بما أنه في رمضان نتلموا كلمة العائلة ونأكلوا فيها ملذة وطاب على غير الأيام العادية اللي نأكلوا فيها معظم الوقت على انفراد، قلت نبربش شوية ونشوف هل فما تأثير على اختياراتنا الغذائية. يجوا نشوفوا مع بعض. Knowledge عطاية coming up. السلام عليكم يا أبطال، مرحبا بكم في حلقة جديدة من Knowledge عطاير. كنا في رمضان نتلموا في وسط المجموعة ونأكلوا مع العائلة على عكس الأيام العادية اللي معظم الوقت نأكلوا فيها على انفراد، أو كان صادفت نأكلوا مرة في الجمعة أو نتلموا في مناسبة ولا يزدموا عليكم ضيفان. وقتها أمك تقلب عليك الدنيا ويلزمك تحضر باش تأدي مراسم الاستقبال. الأكل المنفرد اللي ماشي وينتشر في العالم تاعنا، وهذا راجع لتقدم المجتمعات واختلاف نمط العيش والتزامات كل فرد في العائلة. الكوريين يا سيدي قالك ما نقعدوش مكتفين يدينا، يجيو نشوفوا سلوكيات الأكل ونظام الغذائي هذا كي ناكلوا على انفراد مقارنة كي ناكلوا في وسط مجموعة. قاموا بمتابعة 8523 عائلة رجال ونساء من البالغين، وقارنوا نوعية الأكل وتوفر عناصر الغذائية ضرورية حسب Recommended Dietary Intake للكوريين، مع الأخذ بعين الاعتبار مستواهم التعليمي والمعيشي. النتيجة أنه الباحثين يشوفوا الأكل على انفراد وحتى بالنسبة للأفراد اللي عندهم مستوى تعليمي واجتماعي جيد غير كافي، ويعتبر أقل من الموصى به، وينجم يشكل خطر على السكان الضمة، وهذا راجع لاختلال ونقص كبير في العناصر الغذائية الأساسية، على عكس الناس اللي باش يأكلوا في وسط المجموعة أو في وسط العائلة باش يكون أكل أكثر توازن ويتوفر فيه العناصر الغذائية هذه، ويطالبوا السياسيين نتاعهم لوضع سياسات للحد من المخاطر هذه وتحسين جودة الأكل كما اللي عندنا بالضبط. الحقيقة يا أبطال أن النتيجة متاع الدراسة هذه استغربت منها شوية من الأول، كي نغسر لها من منظور شخصي، من منظور واحد يترانا وماشي ببلان بتاع انترنمون وبلان بتاع دايت معين، ينجم يكون أفضل بالنسبة لي باش يكون أكل متاعه على انفراد أكثر من باش يأكل في وسط المجموعة وتتفرعسلوا شوية الأمور. ونتصور برشا فيكم اللي تبعوا في الكوميونتي هذه يبدلوني نفس الرأي، ولكن كي تغزلها من زاوية أخرى من زاوية عامة بالنسبة للعبيد العاديين، نجم يكون أفضل أنهم يأكلوا في وسط المجموعة هكيك باش ينظموا رواحهم أكثر، خلك باش يأكل على انفراد باش يولي يبلبس أكثر وباش يولي معظم الوقت يأكل على انفراد، يولي يأكل من الشارع ومن هنا باش يبدأ تبلبيز باش يولي يأكل أكثر أكل غير صحي منه أكل صحي، ومن هنا تبدأ المشاكل والمتاعب الكل متاع السمنة. اللي حبيت أقول لكم يا أبطال أنه الاختيار ديما راجع لكم أنتم، أنتم مسؤولين عن الاختيارات بتاعكم ونمط العيش اللي تحبوا تمشيوا فيه، ولكن فما ساعات سبحان الله تحطوا في ظروف معينة خارجة عن نطاقكم، لهنا يجي الذكاء بتاعكم كيفاش تخرجوا وكي الظروف هذيك ومن السيتياسيون تحطيت فيها بأقل الأضرار، تعرف كيفاش تتصرف مع الوضعية هذيك وما تخليهاش تأثر عليك بشكل كبير. ولكن ما تقعدش زادة تلوش في الأعذار لنفسك باش تفشل، ما تقعدش تلوش في الظروف هذية وتقول هي اللي خلتني نفشل، ديما حاول تكون أنت المسيطر على نمط العيش متاعك باش توصل للهدف والنتيجة اللي أنت صورت روحك وصرت روحك، ما تخليش الأعذار تتغلب عليك.